فريق لاس بالماس، وطبعا زي تشيلي فيرت حارس الباراغواي، والمره دي الكوره بقى في شباك ناتشو جونزاليس، كان صاحب الهدف في الدقيقه 64 من ضربه جزاء، والمره دي تيكو في الدقيقه 70 يجيب الهدف الثالث، والمره دي في شباكك يا ناتشو جونزاليس. امامنا اللقاء المثير، اتلتيك بلباو وتيكو يسعى لتحسين مركزه في هذه المباراه ويحقق بقى اول فوز في ملعبه، ما حققش ولا فوز على ارضه حتى الان في مبارياته. نادي الافيز في المركز الرابع برصيد 18 نقطه، وادي الهجوم بقى والمسانده الجماهيريه الكبيره امام 40 الف متفرج في هذا اللقاء، والبدايه القويه وادي المحاوله هنا من تيكو، والهدف الاول في الدقيقه 17. الهدف الاول تيكو في الدقيقه 17، يتقدم وادي جماهير اقليم الباسك هنا الحقيقه سعيده، طبعا اقليم الباسك يعني في ناديين كبار قوي، اتلتيك بلباو ونادي ريال سوسيداد، ودايما لقاءاتهم بتبقى قويه جدا، لقاءات ديربي. ادي التصويبه وادي الكره الحلوه الحقيقه ومحاوله حارس المرمى هنا وهجمات تاني لفريق اتلتيكو. اتلتيكو بفكر حضراتكم هو لابس احمر في ابيض، وادي تسديده حلوه حلوه حلوه، يا سلام على الجول الجميل ده واللي جابه تيكو. تيكو بيشوط شوطه من بره منطقه الجزاء، ايه الجمال ده؟ ادي تيكو اهو اهو على طول. تيكو لعيب متميز جدا ومن ابرز اللعيبه في الدوري الاسباني السنه دي، اربع خمس كور من بره منطقه الجزاء، وحتى الهدفين من تسديدات من بره منطقه الجزاء، واحد من تسديده مباشره اثناء اللعب لتيكو، وواحد من تسديده من ضربه حره مباشره. وادي الهدف تاني، وادي هدف تاني من تسديده من بره المنطقه، ده برضو تيكو، برضو تيكو، يا اهو تيكو اهو، سنه صغير لسه 21 سنه، لعيب هايل. بصوا حضراتكم حاططها ازاي، يا سلام. لقاء اتلتيك بلباو صاحب المركز السادس برصيد 39 نقطه، وفريق ريال مدريد صاحب المركز الاول برصيد 43 نقطه، وادي اول اهداف اللقاء في الدقيقه 30. تيكو